هذا النقل المباشر من ميناء طنطان، حيث نفقات واحد الحوتة كبيرة خرجوها دابا من الميناء، وراه جابوا واحد القروة باش يهزوها. كيف كتشوفوا تبارك الله كتوزن شي 500 طن. عصافي خليها خليها، ما تخاف والو خليها، باي خليها خليها، ماشي مشكل تنتهي. هادي حطها مقادة، شتو تبارك الله قداش تبارك الله. ايوا لاباس، هادي هي دازت مزيان. هذا الاسفل ديالها اللي كنصور لكم دابا تبارك الله، الاسفل ديالها استاذ. يمكن لك تقول لنا سميت هذا الحوت هذا؟ لا بريس، انا ما عرفتش على بريس. سميت هذا الحوت شنو فيها؟ ما فيها والو خويا. روكان 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 مالو هو مع البريس مالو؟ كان مصورين و دابا كنديروها في المهم تنشوف واحد اخر هو اللي غيعطينا معلومات مزيان. سان بوتي روكان قال لك بوتي روكان. ندخلو فما شوية راه ما عندهاش سنين هذه سبحان الله، هاتها تسرط هذي، هذي اللي لقات كتسرط هذي، هادو راه ماشي سنين، هادو غا صغيبات كيتريو واقيلا الأكسجين ولا شو ياك أستاذ. ها؟ اهدر اهدر، ما شايفك حد انت، راه كنصور انا ليه؟ كاع ما عارف مع من كنهضر انا دابا.
غير هضر غير هضر، انت عندك خبره في هذا الشيء، غير تكلم غير تكلم عافاك. قلنا سميت هذا النوع وكيفاش وقع عليه، راه كنصور انا غير كنصور. ما عرفتش والله تيديروا ليه التشريح، ما عرفوا شنو كاين. هي دي غادي يديروا ليه التشريح؟ يا يمكن، يا شوف لي زوتوريتي شنو غادي يقول. انا زعما هذه ما كتكلش. لا لا دابا خاسر، خانزه خانزه هذه صافي خانزه. ما هي نورمالمون كتكال. كتكال. ايه زهرنا هذا ما كل زرده طنطان هذا النهار هذا. ياك. طنطان كلها. طنطان كلها تزرد. وشيط الخيط. هذه انثى ولا ذكر؟ الله اعلم، ما عندي شيء. والو مازال ما. لا تيكون لي زيكسبير غادي يعرفوها. واخا سيدي نمشيو معكم للتشريح نشوفوا. واخا خانزة فعلا. شكرا. يلا الله يجعل البركة، بارك عليكم، خلينا ناخذ شي تصويرات معاه. السلامة.